الدراسه وما بين الرياضه، لانه داكشي تكميلي والامور الدراسيه كتساعد بزاف الاشياء باش يديفلوب الانسان حتى في الدماغ ديالو. دونك حنا جبنا واحد البيئه اللي هي عاديه جدا، واحد البيئه صغيره سميتها دوار العسكر، واحد المكان سميتو الرحبه، خرج منه مراد حديوات كيتريني مع اخوه اللي هما متواجدين، ومن ضمن الاخوه اللي كاين هنا بغيتكم تصفقوا على واحد السيد اللي كان السبب باش انه مراد التحق بالفريق الوطني الاول والاحتراف، هو محمد الرحلي، تواجد معنا هنا. دونك الانطلاقه كانت من واحد المكان اللي هو دوار العسكر، ومن بعد الحمد لله كانت تجربه جميله، من بعد فريق اتحاد تمارا الكبير يعني الفريق الاول، من بعد فتح الرباطي، من بعد الاتحاد السعودي، من بعد ليتاك سلوفيش البلغاري، من بعد تسيكا صوفيا البلغاري، ومن بعد المانيا يعني اف سي اوزبورغ الالماني، وطبعا مع الفريق الوطني المغربي والرجوع الى ارض الوطن. دونك ما كانش عليا لانه نديروا شي حاجه اخرى من غير كره القدم، لان الحاجه اللي كنعرفوا هي كره القدم والصنعه والهوبي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، دونك سميتو كره القدم. نرحبوا بدون ما نذكروا الاسماء، ولكن واحد السيده اللي جاتنا سبيسيالمون من كازا اللي هي زينب الوداديه، راه كتصور فين تيصفقوا عليها. معنا السي العماري علي، هو شخص اللي كيموت على كره القدم، والله ابتلاه سبحان الله العظيم وما بقاش عنده، ما بقاش كيشوف بعيني، ولكن متواجد معايا، بغيكم تصفقوا عليه بحراره. العماري العماري هو الاب ديال يوسف العماري اللي كان كيلعب في وجده ولعب في الفاق، دابا كيلعب فريق الفتح الرباطي. دونك كاين اسماء اخرى اللي غادي يلتحقوا بنا من مدينه الدار البيضاء، فيهم اخوان، فيهم ممثلين، فيهم صحفيين اللي غيكونوا متواجدين معنا. معنا واحد الصديق كنشوفو مره ولكن ما كناش نتفرقوا معاه، هو ابراهيم خالص، وحنا عندنا واحد الموت باس بيناتنا سميتو بوعو. دونك هذا بوعو بغيتكم تصفقوا عليه مزيان بزاف. كنعتذر من الاخوه اللي ما ذكرش الاسماء ديالهم، وكنكون متيقن ان شاء الله في الكلمه الثانيه غادي نذكروا جميع الاسماء. كنذكروا الاخوان ديال لونجلتير اللي حاضرين معنا، الاخوه اللي جانا من راس اخرى، كاين واحد اللايف اللي متبعينه الاخوه اللي معايا من بلغاريا. كنشكر خويا عادي اللي متواجد معايا واللي عطانا الفرصه باش نتيحوا لهاد الوليدات باش تفرحوا بهم. شكرا للجميع، شكرا اللي معانا هنايا، وكنتمنى الالتحاق ديال بزاف ديال الفئات، وشكرا لكم مره اخرى.